السلام عليكم، انا شعو زهره مرات ابراهيم بالقوس. كنت في 2001 دخلت عام 2001. ها انتما كما كتشوفوا هاد الفيتشا كيعطوها لينا في 2004 كما قيدونا عطاوها لينا فيتشا في 2004. ها هي 2004 ياك تحصيت سيدي في 2010 وعطوني الهدم في 2013. ها هي كما كتشوفوا ها الهدم ديال 2013 ياك قالوا لي يا ريبي ما يسيب الوراقه تيبغي تريب حبسو قاعد مشو مشكلته ما قال لك حبسو ما تركبوش دابا حتى من بعد ياك. بقينا سيدي ها الشهاده الاداريه عندي ها هي ديال 2016 ها هي ها شهاده اداريه عاوتاني اخرى 2017 كما كتشوفوا ها هي ها الهدم ديال 2017 هذيك الساعه ما كنتش ريبت ما حيت ما بقاوش يلبسوا صافي حبسونا ها هي ديال 2017 صافي ريبت ياك. هذه مربيه بيت انا ما خدامه ما والو هذه نخدم ولا عقلت الدار. دابا سيدي ملي كان جي كيقولوا لي نمشي على القرعه ديالي كيقول لك صبري هاد الشهر هاد الشهر. دابا انا طالعه في 5 سنين وانا عييت بالكرا ملي كنقول لهم عطوني كيقول لي واخا هاد الشهر نديروا قرعه الاولى غنعيطوا عليك. ملي كنمشي عيطوا عليهم كلهم انا الوحيده كيرجعوني القرعه عاوتاني اخرى صبري ثاني واحد الشهر بحال كداروا لي هذه من 2017 الى دابا فين ما مشيت كيقولوا لي تسناي 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 والناس لا كارت خضا وعشاء سخونه خضا وانا دابا شتوها الساقه ديالي كلها كيفاش شتوها. انا مرضت راجلي مرض ولادي مرض ولادي خرجوا ليا من ما اجلس سكنه ما كايناش غمض عينك تلبس حوايجي غمض عينك حتى ندوز بزاف هاد الشيء وعييت راجلي مصات مرض بالسياتيك انا مريضه مرض نفساني هالورقه عندي ديال مرض نفساني مرضت من اجلس سكنه عييت بالكرا. ملي كندير الشكايات هذا باش الشكايات اللي درت عييت بهم ما كيوصلش السيد العامل ولا ما نعرف اربعه شكايات اللي كنديروها الارسال ديالهم ملي كيردو ما كيرجع حتى جواب والو. ملي كنمشي عند العماله ندير شكايه السيد العامل كنقول لهم خاوي ندخل نهضر معاك يقول لا ما تدخليش كاتب العام لا ما تدخلش وانا كنشوف الناس يدخلوا كلشي اللي جا كيدخل وانا كيحبسوني ما كيخلونيش ندخل ما عرفتش شنو غندير ما عرفت انا واش انا مغربي ماشي مغربي يديروا لي شحال انا نمشي فين نعيش ولا كيف نسكن والو عييت بالكرا حيت السيد دابا مسكين هو مسلفني عباد الله جوج مليون راه ليا بيها وباش نبقى نعطيها ريال الله ريال ما عطيتو لي باقي دابا جوج مليون ونص كتساني كيفاش غندير انا ما واش كاين شي واحد كيتغدى بالخبز واتاي الله القاسم رب العالمين انا كنتغدى بالخبز واتاي انا كنتغدى بالخبز واتاي كاين شي واحد كيدير المرقه بلا لحم باقي الوقت كيدير بلا لحم علاش الا كاين الخدمه ما كايناش ما عنديش في النسكن الكرا عييت عييت موضه وكرا عييت دابا حد الان باقي كتساني الموضه والكرا راه مليون ونص اللي غنردو انايا الناس مساعدين معايا انايا وانا كنطلبكم بغيت السيد العامل بغيت بقعتي بغيت بقعتي كيما عباد الله راني عييت 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 بالكرا وعييت بالدار الفوق وعييت بالطلاويط وعييت من حدر الراس كنمشي عند عباد الله يعطوني نحدر راسي يعطوني شحال نجيبها معايا انا نعمر قفتي ونجي حشومه كاع واش حنا الحمد لله سيدنا عاطينا عاطينا ولكن المسؤولين راهم ما عاطيناش. نزيد عاود ثاني هانا البقعه ديالي ملي كانت واقفه ها البركه ديالي كانت واقفه ها بركتي ملي كانت واقفه هانا ملي رجعتها انا ملي رجعت براكتي واش انا هادشي كاع ما عنديش حق في السكنه واش انا واش ما عنديش حق كاع هادشي في السكنه اللي هادشي كلشي عندي بنادم عندو على كارت كيمشيو كيعطيو شهاده السكنه كيعطي وانا شحال عندي نمشي عند القايد سيري عند رئيس دار شهاده رئيس دار يقول لي انا شنو ندير لك هو كيقول لي كنقول له شنو كيقول لي واش غادي ندير لك انا عندي ما ندير لك سيري عند القايد القايد ملي كنمشي عندو كيقول لي انا ما رجعتش لك انا يا ما رجبتش لك انا ريب القايد الاخر وكان صبري بلاتي ولكن ملي ما رجبتش لك ترجيتي لجيت البوسيدي لقيتي قدامك ما يمكنش ملي ما ديرش الناس اللي حاصلتها ما حاصلتش ما تعطيهمش علاش دابا عطيتيهم تقول لا واه صبري صبري ثاني زعما دابا الناس صبرتوا لشهر ربع شهر راه تكون في اخباركم داروا مظاهره داروا مظاهره بغي حماقه وانا لي خمس سنين جاي خمسه شغنقول اش غنقول انا شنو غنقول انا ما كنخافش الله كون عظام يرشاو اشنو غندير انايا البنات خرجوا ليا من المدرسه الراجل ولا لي السيات كثير رجلو انا مرت مرض نفساني بقيت حيت يدوا هكا ولا هكا وحسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله. دابا كنطلب من السيد العامل يدخلوني عنده ويشوف لي اوراقي ويعطيني بقايعتي حتى انا كعباد الله فنستقرر انا وليداتي واخا انا اللي كنعدي انا ما عندي لا باش نخلص لا باش نبني لا والو وانا نطلب بعدا يعطوني بقايعتي ونشوف شنو غادي ندير انا راه الغالب الله راه ما عندي والو راني والله عايشه معذبه عايشه معذبه بزاف بزاف انا سيدي علاش ما يدخلونيش عند وكيل عند السيد العام علاش ما يدخلونيش عنده كلشي جا يدخلو ما يدخلونيش عنده ديري شكايه نديرها ما كاين انا كندور هاد الشكايه ما كيوصلش السيد العامل والله اعلم لان بزاف الشكايات درت حتى حاجه ما كاينش جواب ديالها. والسلام عليكم.